لي غاليت غادي نحتاجو في المقادير باش نحضروهم جوج ديال البيضات، كاس ديال الزيت، كاس ديال السنيده، ثلاثه ديال المعالق كبار ديال بودره اللوز، ساشي واحد ديال الفاني، شور ديال الحامضه، جوج خميرات ديال الحلوى، قبيصه ديال الملح، والطحين على حسب الخليط. غادي نعاودو، قلنا هاد لي غاليت كيجيو تقريبا بحال الشكل ديال الغريبه، مناسبين انه نصيبوهم مع دوازتي، ممكن الوليدات يديو معاهم مدرسه اولا ياخذوهم في الكوتي، كيجيو لذاد وسهلين حاجه اللي هي مصيبه في الدار. هاد لي غاليت قلنا بالمذاق ديال اللوز غادي نحتاجو جوج ديال البيضات، كاس ديال الزيت، كاس ديال السنيده، ثلاثه ديال المعالق كبار ديال بودره اللوز، كيس واحد من الفاني، شور ديال الحامضه، جوج خمارات ديال الحلوى، قبيصه ديال الملح، وطحين على حسب الخليط. وغادي نحتاجو صفار ديال البيض مخلط مع القهوه سريعه الذوبان باش غادي ندهنوا الوجه ديال هاد لي غاليت. بالنسبه للمقادير كنعبروها بالكاس ديال العنبه. طريقه سهله ديال هاد لي غاليت، غادي نخلطوا جوج ديال البيضات مع كاس ديال السنيده وحنا كنخلطوا، نضيفوا كاس ديال الزيت وحنا كنخلطوا، نضيفوا ساشي واحد ديال الفاني، قشور ديال الحامض، قبيصه ديال الملح، ثلاثه المعالق كبار ديال بودره اللوز وحنا كنخلطوا. ومن بعد في اخر مرحله كنضيفوا جوج خمارات ديال الحلوى مغربلين مزيان مع كميه من الطحين من النوع الجيد الخاص بالحلويات. عندنا ميزاننا شويه بشويه، يعني كنبقاو ندخلوا الطحين حسب الخليط، حفنه بحفنه حتى كيتجمع لينا الخليط. خاص تكون عجينه اللي هي رطبه بحال العجينه ديال الصابلي، كتكون عجينه رطبه منخوفه يعني خفيفه ماشي قاصحه. ومباشره كناخذوها وكنشكلوا منها كويرات، كويرات ما يكونوش صغار بزاف وما يكونوش كبار، يعني متوسطين، كبر من الغريبه واحد شويه، يعني كويرات اللي هما متوسطين. وكنحاولوا اننا نخلطوا صفار ديال البيضه ولا جوج على حسب الكميه اللي درنا، نضيفوا لهم كميه من القهوه سريعه الذوبان، يعني هذاك الخلطه العاديه والطبيعيه اللي كنا كندهنوا بها البريوش. بنفس الطريقه كنخلطوا داك صفار البيض مع القهوه سريعه الذوبان وكنخلطوها مزيان حتى كتذوب فيها مزيان. وعاد ديك الساعه كناخذوا الشيته وكندهنوا الوجه ديال هاد لي غاليت، في الوجه ديالهم كندهنوا بهاد الخلطه اللي درنا. ومن بعد كناخذوا الفرشيطه، يعني داك التزيين العادي، وكنبقاو نديروا كنجروا هذاك الخلطه. ملي كنجروها كتولي العجينه بحال جهه فيها هذيك الخلطه وجهه ما فيهاش، يعني دوك التموجات نتفنوا فيهم شكل اللي بغينا، اما على شكل تموجات ولا هكا نجروهم على شكل خطوط. وكنديروا في الوسط يعني واحد اللوزه اللي هي صينه يعني عاديه بالقشره ديالها، كنبسطوها شويه يعني بهذيك اللوزه، وكنستفوهم متباعدين على لاطا ديال الفران لانه فيها جوج خمارات ديال الحلوى مازال غادي تنفخوا شويه باش ما يلصقوش لينا. ومن بعد كندخلوهم الفران. الطياب ديال هاد لي غاليت هو انه كنشعلوا الفران من التحت هو الاول حتى كيطيبوا كيتحمروا لينا، عاد كنشعلوا عليهم الفوق، يعني العكس ديال الغريبه، يعني ضروري الفران يكون سخون من قبل، من بعد كنقصوا عافيه متوسطه وكنخليو الفران شاعل غير من التحت حتى كطيب وكتحمر لينا هاد لي غاليت اولا هاد الحلوى، عاد كنشعلوا عليها من الفوق. قلنا لي غاليت كندهنوهم بصفار ديال البيض مخلط مع القهوه سريعه الذوبان، نخلطوهم مزيان حتى كيذوبوا مزيان، وعاد كناخذوا الشيته وكندهنوا الوجه ديال هاد لي غاليت. وملي كندهنوهم كناخذوا الفرشيطه وكنبقاو نجروا هذيك بالفرشيطه يعني على شكل تموجات باش هذاك اللون اللي كيكون بحال قهوي شويه ديال هاد الخلطه ملي كنجروا كتولي جهه بيضاء وجهه يعني فيه هذاك اللون. كنجرو ومن بعد كناخذوا حبات ديال اللوز يكونوا صينين، ممكن على انه نديروا لوزه اولا نص لوزه، المهم الجهه اللي فيها القشره يعني كتجي هي اللي باينه. وكنبسطوا كل كويره ديال هاد لي غاليت كنبسطوا فيهم لوزه، كنديروهم متباعدين في اللاطه ديال الفران لانه مازالين غادي تنفخوا لانه فيهم جوج خمارات. وبالنسبه كيف قلنا بالطريقه ديال هاد لي غاليت، يكفي اننا نخلطوا جوج ديال البيضات مع كاس العنبه ديال الزيت مع كاس العنبه ديال السكر سنيده مع كيس واحد من الفاني، ونخدموا هادشي مزيان. نضيفوا ثلاثه المعالق كبار ديال بودره اللوز، يعني اللوز ناخذوه ونطحنوه بالقشره ديالو ونضيفوه، كيكون طري كيكون حسن، ولا ناخذوه مع عند العطار مباشره. نضيفوا قشور حامضه، نضيفوا قبيصه ديال الملح. ملي كيتخلط لينا مزيان البيض والزيت والسنيده وبودره اللوز والفاني وقشور ديال الحامض وقبيصه ديال الملح، ملي كيتخلطنا هاد المقادير كنضيفوا جوج خمارات ديال الحلوى مغربلين مزيان مع كميه ديال الطحين على حسب الخليط. كندخلوا الطحين شويه بشويه
حتى كتجمع لنا العجينه، وهاد العجينه خصها تكون بحال العجينه ديال الصابلي تماما، كتكون عجينه رطبه مرخوفه، ويعني مباشره كنشكلوا منها كويرات. فهذه هي الطريقه، ونتمنى انه تسجلوها وتجربوها لانها تعجب وليداتكم بزاف وسهلة بالمذاق ديال اللوز. وتحيتنا لصاحبة هذا الاقتراح المستمعة سعاد، اللي يعني كتقدم اقتراحات مميزة جدا وبطريقة اللي هي سهلة.